الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الدراسات العليا قسم الرياضيات كلية العلوم الجامعة المستنصرية مرحلة الماجستير، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلو شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة. اليوم نأخذ محاضرة رقم 8 تكملة المحاضرة رقم 7. طبعا ديك المحاضرة كانت المثال الأخير بها ما واضحها عيدة، لات إكس بار هي denoted the mean of the random sample of the size 25 from the gamma distribution type distribution with alpha تساوي 4 and beta أكبر من الصفر، يعني بمعنى أو بآخر إنه gamma 4 وبيتا وبيتا أكبر من الصفر. استخدم the central limits. Use the central limits theorem to find an approximate 0.954 confident interval for mu, the mean of the gamma distribution. يعني عندي x bar هو يمثل معدل عينة عشوائية ذات حجم 25 من توزيع الجاما ديستريبيوشن، علما انه الالفا بها 4 والبيتا المعلومات 4 والبيتا هي بيتا نفسها والبيتا اكبر اكبر من صفر. استخدم نظرية النهاية المركزية حتى توجد 0.954 فترة ثقة للميو، حيث ان الميو هي معدل توزيع الجاما. نيجي عندنا الاكس واني لحد الاكس 25 ده تتوزع independent identical distribution gamma of 4 وبيتا. نجي لميو مال المعدل مال توزيع gamma او expected value للgamma هي الفا وفي بيتا. الالفا عندي 4، بيتا هي نفسها، هي تمثلني شنو نفسه expected value للx bar، لكن الفيرينس مال الx لتوزيع الجاما هو يعطيني الفا في بيتا تربيع وتساوي 4 بيتا تربيع، لكن الفيرينس مال x bar هو يمثل لي سيجما سكوير على n، والسيجما سكوير هي 4 بيتا تربيع على 25. الان نستخدم نظريه النهايه المركزيه اللي هي شو تقول عندي. نظريه النهايه المركزيه اقول اشكل z تساوي لنا جذر n في x bar ناقص ميو على سيجما، هاي راح تتوزع ستاندرد نورمال 0 1. نجي نعوض عن الان بما يساويها 25، x bar نفسها ناقص الميو هو معدل توزيع دالة الجاما هي شو تساوي لنا 4 بيتا على تحت الجذر السيجما هي 4 بيتا تربيع، وتساوي لنا 5 x bar على 2 بيتا ناقص 10، هاي راح تتوزع ستاندرد نورمال 0 1. اذا وين نروح؟ نروح الى توجد قيمتين جدوليه محصورة بين الزيت اللي هي زيتا اوف الفا على 2 وزيتا اوف الفا على 2 اللي هي من جدول التوزيع الطبيعي القياسي، بتساوي لنا 1 ناقص الفا. نطلع القيمة الجدولية زيتا اوف الفا على 2 اللي هي زيتا اوف 0.02 3 تساوي لنا 2، اذا علما انه 1 ناقص الفا هي 0.954. اذا نقول probability الزيت هي شنية، نعوض عنها هي 5 اكس بار على 2 بيتا ناقص 10 محصورة بين ناقص 2 و2 اللي تساوي 0.954. بعمليات رياضية بسيطة نجري هي نضيف 10 ونضرب في 2 على 5 5 اكس بار ونقلب المتراجحة، وراح نتوصل بالأخير يطلع لنا ناتج إنه probability 4 بيتا أكبر من 5 اكس بار على 6 أقل من 5 اكس بار على 4 تساوي 0.954. الآن نضرب بأربعة المتراجحة كلها وراح نحصل على فترة الثقة اللي هي 5 اكس بار على 6، راح نتوصل إلى أنه 5 اكس بار على 6 و 5 اكس بار على 4. الآن نأخذ موضوع جديد اللي هو شو يقول فترة الثقة للفرق بين المعدلين اللي هي ميو 1 ناقصا ميو 2. عندما يكون لكن عندما تكون التباينات مال المجتمع مجهولة ومتساوية، نمشي بنفس الخطوات اللي أخذناها سابقا لإيجاد فترة الثقة للمعدل. عندما يكون التباين مجهول، عندما يكون عندي تباين مجهول كانت فترة ثقة واحدة، يعني أجد فترة ثقة عفوا لمعدل واحد. الآن أوجد فترة الثقة للفرق بين معدلين عندما يكون التباينين مال المجتمع مجهولة لكن شنو متساوية. نجي the random variable t may also be used to obtain a confident interval for the difference mu1 ناقص mu2 between the mean of the two independent normal distributions say normal of mu1 and sigma square and normal of mu2 and sigma square when the distribution have the same but unknown variance sigma square. يعني احنا راح نوجد الآن حتى أوجد أني فترة الثقة للميو 1 ناقصا للميو 2
راح اخذ المتغير العشوائي عندما يكون التباين مال المجتمع متساوي ومجهول، راح اخذ المتغير العشوائي واشكل من عنده تشكيله التي الاحصاء تي مالتي هي البسط مالها يتوزع ستاندرد نورمال، والمقام مالها يتوزع مربع جاي، وراح تقول الى توزيع تي عندما يكون ليش لان تباين المجتمع اثنيناتهن مجهولة لكن متساوية. إذا نفرض أنه عندي من X1 إلى حد X N هي متغيرات عشوائية تتوزع عندي، عينات عشوائية تتوزع عندي بالمدى identical distribution normal of mu1 و sigma square، ومن Y1 إلى YN تتوزع عندي بالمدى identical distribution normal of mu2 و sigma square، وعندي ال سيجما سكوير اثنين هن تكون هذني ال x1 الى حد ال xn والوين تكون مستقله لكن السيجما سكوير تكون غير معلومه مجهوله. وي وونت تو فايند، انا اريد اوجد 1 ناقص الفا 100% كونفيدنت انترفال فور ميو 1 ناقص ميو 2. انا اقول الاكس بار هي جدت تتوزع نورمال اوف ميو 1 سيجما سكوير على ان، والواي بار هي تتوزع نورمال اوف ميو 2 وسيجما سكوير على ان. اكس بار ناقص واي بار هي تتوزع نورمال بميو 1 ناقص ميو 2 لكن 1 على ان زائد 1 على ام وسيجما سكوير. جمعنا التباينات وخرجنا المشترك منها هي 1 سيجما سكوير يبقى 1 على ان زائد 1 على ام. Also we now احنا نعرف انه ال ان اس 1 سكوير على سيجما سكوير تتوزع مربع جاي بدرجة حرية ان ناقص 1، والان اس 2 سكوير على سيجما سكوير تتوزع مربع جاي بدرجة حرية ام ناقص 1. راح نشكل ال W اللي هي شو تساوي لنا حاصل جمع N S1 سكوير زائدا M S2 سكوير على سيجما سكوير، هاي راح تتوزع مربع جاي بدرجة حرية N زائدا M ناقص 2، علما ان ال X بار وال Y بار وال S1 سكوير وال S2 سكوير هذني كلها نعرف هي مستقلة independent. إذا راح نشكل الإحصاء مالتنا T اللي هي البسط مالتها يتوزع ستاندرد نورمال والمقام مالتها هو مربع جاي لكن بدرجة حرية عندي ال n زائد m ناقصا 2. إذا نجي نشكل تشكيلة تي اللي هي x بار ناقصا y بار ناقصا ميو 1 ناقصا ميو 2 على سيجما على تحت الجذر 1 على n زائد m مقسومة على تحت الجذر n s1 سكوير زائد m s2 سكوير على سيجما سكوير في n زائد m ناقصا 2. وعمليات رياضية بسيطة راح نجريها على الإحصاء تي راح نتوصل الى بالاخير انه x بار ناقصا y بار ناقصا ميو 1 ناقصا ميو 2 على r راح تتوزع t توزيع t لكن بدرجة حرية n زائد m ناقصا 2، علما انه ال r مالتنا هي عبارة عن n s1 سكوير زائد m s2 سكوير على n زائد m ناقصا 2 مضروبة في 1 على n زائد 1 على m، يعني المقام سميناه r وال r هي هاي قيمتها موجودة بهالشكل هذا بسطنا. اذا توجد في قيمتين جدولية على يمين ويسار إحصائتي اللي هي من توزيع تي اللي هي probability تي أكبر من ناقص تي أوف ألفا على 2 وأقل من تي أوف ألفا على 2 تساوي لنا 1 ناقص ألفا. إذا نجي نحط الميو 1 ناقص الميو 2 أيضا نفس الشكل بعمليات رياضية بسيطة، نحط إحصائتي وبعدين نخرج منها الميو 1 ناقص الميو 2، هاي عليكم هوم وورك أريدها توجدوها شلون حتوصلت إلى هاي الفترة عندي اللي هي X بار ناقص Y بار ناقص تي سب ألفا على 2 في R و x بار ناقصا y بار زائدا t سب الفا على 2 في r تساوي لنا 1 ناقص الفا. اذا هاي تمثل هاي الفتره x بار ناقص y بار ناقص t اوف الفا على 2 في r و x بار ناقص y بار زائد t اوف الفا على 2 في r هي 1 ناقص الفا 100% confident interval for mu 1 ناقصا mu 2. وراح ناخذ مثال على هذا الموضوع. It may be verified that if in it may be verified that if in the descending discussion n equal 10 m equal 7 x bar 4.2 y bar 3.4 s1 square هي 49 s2 square هي 32 أو 90% descending confident interval for mu 1 ناقص mu 2. أول شيء بس أحتاج أن أخرج القيمة الجدولية، أقول 1 ناقص ألفا هي تساوي 90%، أطلع الألفا هي 10 ألفا 0.10 وألفا على 2 هي 0.05 5%. إذن نطلع القيمة الجدولية لتي سب ألفا على 2 لتي سب 0.05 لكن بدرجة حرية الـ N 10 زائد الـ M عوض عنها 7 ناقص 2 وتطلع تي سب 0.25 لـ 15 تطلع 1.753. أجي أوجد قيمة الـ R، الـ R ماتي هي N S1 سكوير زائد الـ M S2 سكوير على N زائد M ناقص 2 في 1 على N زائد M 1 على M، أعوض القيم مباشرة راح تطلع 3.4. الآن نكمل، وجدت القيمة الجدولية وجدت قيمة الـ R،
حرسا أقول إذن زيتا